حسينا وحسينا حسينا وحسينا حسين حسينا وحسينا حسين حسينا وحسينا. جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان. الكلمات التي قالوها للحسين عليه الصلاة والسلام جرحوا به بها قلب الإمام عليه الصلاة والسلام. هذا الحسين، هذا المكرم المعزز من قبل الله عز وجل، من قبل كل الملائكة، من قبل رسول الله، من قبل أمير المؤمنين مالك بن حوزة عليه لعائن الله، جاء في يوم عاشوراء قال للحسين كلمة جرح مشاعر الحسين، قال والعياذ بالله العياذ بالله، قال يا حسين استعجلت بالنار؟ الحسين الذي خلقت الجنة من نوره يقال له هذا الكلام. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء ما دعا دعاء عاجلا على يزيد ولا على ابن زياد ولا على ابن سعد ولا على شمر عليهم لعائن الله، لأن القضية يلزم أن تحدث، شاء الله أن يراك قتيلا. ولكن الإمام الحسين عندما سمع هذه الكلمة من مالك بن حوزة ابن حوزة رفع يديه قال اللهم حزه إلى النار، وبالفعل فورا الفرس أخذته إلى النار. يعني جرحوا مشاعر سيد الشهداء، جرحوا قلب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وتكاور من ظهر مهر وقع وقعد أخوه اللي وقع من عيس روي الزار.